الحمد لله إجراء أول عملية زراعة كبد في السودان بنجاح. هكذا تم الإعلان عن نجاح أول عملية لزراعة الكبد في السودان. محمد مريض بتليف والتهاب الكبد الوبائي منذ 5 سنوات، وعند سماعه ببدء زراعة الكبد في السودان تغير واقعه بعد خضوعه للعملية ونجاحها. جيت والله مطمئن للعملية، ولدي ذاته من تلقى نفسه تبرع لي يعني، ودخلنا العملية سوا. والله أول زول من صحيح صارت عن ابني، والحمد لله حمدت الله وشكرته على هذه الزراعة. وأي زول عنده مرض زي ده ما تخوف منه ويجي يعمل زراعة، والحمد لله. أكثر من 12 ساعة هي المدة الزمنية التي استغرقها الفريق الطبي في إجراء العملية الجراحية. شارك فيها فريق مؤلف من 10 أشخاص بين طبيب وممرض. قبل 3 أشهر تمت دعوتنا للاطلاع على التجهيزات لعملية نقل الكبد والتعاون مع مستشفى علياء. عندما جئنا إلى هنا وجدنا أن كل التجهيزات جيدة وأنهم بحاجة فقط للدعم التقني والخبرة، وبعد 3 أشهر يمكنكم أن تروا أننا قمنا بعملية زراعة كبد، وهذه أول عملية زراعة كبد في السودان وشرق إفريقيا. وبعد نجاح هذه العملية تسعى هيئات طبية سودانية لإجراء 100 عملية لزراعة الكبد من أجل توطين هذا النوع من العلاج في مستشفيات البلاد. ومع نجاح أول عملية لزراعة الكبد في السودان فتح باب أمل لمرضى الكبد من أجل إجرائها في البلاد بعدما اعتادوا فيما مضى للسفر إلى الخارج من أجل العلاج. رشا رشيد، سكاي نيوز عربية، الخرطوم.